واحدة ثانية وهذه الثالثة. حلو. يا سلام يا ماري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندرته من MG. في هذا الفيديو المفروض زي أي فيديو ماريو أوديسي تشوفون العالم وكذا، لكن للأسف صارت لي مشكلة جدا جدا غبية. للأسف إن الفيديو تسجل لكن الفيس كم نفسه طلع بدون صوت، فلذلك ما عندي إلا حل واحد، وهو إني راح أحاول أختصر لكم إيش صار في العالم وأنا راح أتكلم شوية ذحين يعني. فأعتذر جدا على هذا الغلط الغبي، وإن شاء الله أنكم تستمتعون بالاختصار. طبعا زي ما انتم عارفين انه هذه المره راح نتوجه لمملكه باوزر، وكالعاده انا وكاب نشرب قهوه وفجاه نطلع نشيك على الوضع الا نشوف باوزر ومعه تنين. ايش تتوقعون اللي صار؟ جلد امنا. طحنا في مملكه غريبه اسمها المملكه الخربانه اتوقع. اوكي ترجمت الاسم ذحين في جوجل، المملكة المحطمة. طبعا امشي شوية واسمع صوت. سلام عليك، مساك الله بالخير. انا راح اواجه التنين؟ ايش راح اسوي؟ حنجلد. طبعا اول حركة عنده هو يطلق دوائر كهربائية، والثانية يعطيك السدحة وتطلع لك كهرباء من كل مكان. لما يتعب لازم تشيل هذه السيوف من راسه عشان تشوف الجبهة وتعطيه واحدة في الجبهة. كل اللي تحتاجه ضربة زيادة في الجبهة بس ويتوفى. وشيل يا رجل ثلاث أقمار. تعرفون هذه الموسيقى؟ طبعا نستخدم الأقمار عشان نصلح السفينة، والآن هي جاهزة. اوكي هذه المرة من جد رايحين لمملكة باوزر، ونوصل مملكة باوزر وهي على الشكل الياباني، واضح انه اوتاكو. زي ما انتم شايفين هنا جومبا سان وجومبا تشان وجومبا سينباي. اشوف قدامي نقار الخشب، هذا افضل حاجة في ذا العالم، تقدر تتسلق بهذه الشخصية. واوصل عند واحد غريب ما يتفاهم، عنده ختم على طول، بس انتم تعرفون الاحتراف. ويطلع لي قمر اساسي وتفتح البوابة لمنطقة جديدة. ما ادري ليه قلت خلني اجرب النار تحرق ولا لا. في هذه المنطقة لازم تجمع 5 أجزاء للقمر عشان يطلع لك القمر الاساسي كالعادة انتم تعرفون. هنا قلت التحدي اني لو جبت الذهب اللي على اليسار تعطوني لايك. تفتح لي البوابة لمنطقة جديدة وادخل السوق. تعرفون انتم ايش اول حاجة اشتريها؟ وافضل لبس في هذا العالم. ترى رونو ورا ماريو. طبعا هنا مسوي انا كونان، قلت كلهم واقفين بس في مكان ناقص اكيد لازم انا اوقف فيه، بس ما نجحت الخطة، حتى ماريو رقد ولسه ما اعطوني قمر. اوصل لهذه المنطقة الغريبة اللي فيها تمثال باوزر، اروح يمين ويجيك هذا الغثيث. نزل متحلف اللي يجلدني، انتم تعرفون ايش صار. والتمثال الأول يتكسر، أروح يسار وشوف. وتبدأ معركة هذه الغثيثة. هذه المرة ترمي القنابل، بس لازم أرد القنابل الكبيرة هذه. صح إنها تدمجني، لكن أعطيها واحدة بكاب وأجلدها واحدة بماريو. خلاص فهمت الفكرة، لكن عندي قلب واحد لازم أنتبه. هذه المرة الثانية أجلدها بماريو. باقي واحدة، ركز يا بندر، بعد ترمي القنابل. أوكي رمتها واجي اضرب كذا واموت. الحمد لله وما تسجل الصوت ولا ردت فعلي على هذه كان جلطه. المحاوله الثانيه اجلدها كالعاده بما اني محترف طبعا. والتمثال الثاني وبكذا يطلع لي زي ما انتم عارفين. خلاص تقريبا قربنا من باوزر. هنا جلست اقول ما شاء الله انا خبره. خلاص قربنا مره، الا اشوف قدامي باوزر والاميره. هل ستكون الحرب النهائية بين باوزر وماريو؟ ماريو انقذني. يعني جاب مع السفينة. لقد تأخرت، احنا اصلا متوجهين للزواج في القمر. لن ادعك تفلت من بين يدي النقصة. الله يقطع ذا الوجه. لقد فلت من بين يدينا. ايش هذا الصوت؟ من هذا؟ من هذا؟ انه الارنب. وهذه الارنب الثانيه. هذا الارنب الثالث.
وهذا الأرنب الرابع، إنهم الأربع الغثيثين في معركة نهائية. والآن تبدأ المعركة. طبعاً هم يرمون قنابل لازم أردها إليهم، بس ما أقدر أردها إلا إني أتحول لنقار الخشب وأرد أول قنبلة تأثر على رجلهم اليمنى، والثاني على رجلهم اليسرى، والأخيرة تفقدهم التوازن ويطيحون. والآن أتسلق التمثال وأجلد هذا أعطيه يرده حتى يتكسر، وأجلد الأرنبة الثانية حتى تتكسر. الآلي فجأة يعصب ويحاول يجري إليه، لكن الحمد لله أتخطى لأني محترف. بدت المعركة تصعب، لكني أتوجه للأرنبة الثالث وأجلده جلد يرده. قربت أني أوصل للأرنبة الأخير وأجلده، وهنا النهاية. بدأ يخرب الآلي وبكذا يتفجر، ويرسلون الأرانب الأربعة إلى السماء. ترى هذه المرة تأكدنا من 100% أنهم انجلدوا لأنهم في السماء. جتنا ثلاثة أقمار وأنتم تعرفون إيش معناها. الآن لازم نلحق باوزر، وهو أصلاً قال لنا فين الزواج. شوفون فين؟ في وجهي. كيلا سماجة في القمر. صح، نسيت ما أقول لكم إنه بعد ما جمعت أقمار هذا العالم خلاص الأوديسي صار ذهبية. شوفوا كيف الآن اكتملت، مكتوب The Odyssey is complete. أوكي شباب مستعدين؟ الآن راح نتوجه إلى القمر. يلا بسم الله. تحمس مرة جا. واو، هذه المرة غير الطيران. أوكي. واو أوكي، جهزوا للزواج. يلد جهزوا. مون كينغدوم. اوكي اوه، مجهز الزواج الاخ. اسمعون، كأنه ضربة الكنيسة مدري ايش ذيك. طيب باوزر مون ويدينج، زواج باوزر. يقول ما في وقت للتأخير، اكيد ان الاثنين قدام. يا سلام القمر، النقزة كيف؟ اوه والله اني حسيت يا جماعة. النقزة اوكي واو. ايش في؟ ايه فوق في حاجة. دقيقة خلنا نروح لها. يا سلام، وهذه اوه تشوفون الارض يا عيني. اوكي اوه. طيب حد اوه، قمر يا جماعة، بس لازم هذا احتراف والله شكله. اوه لا والله ما عندي شيء، جبته بالمقاس يا رجال. شوفون ايه قدام، في حيوان غريب. ليكون هذا الاخطبوط؟ شوف اقدر اختصر هنا. وربي اقدر برا. معليش يا جماعه مرات اكون كذا كلامي بطيء، بس كان مع القمر انا. طيب اجلد تاني ابلع يا جماعه. اصعب حاجه في ذا العالم انك تضرب ذا الارنب. وقف اوكي يلا باقي له ضربه زياده ضربه زياده. يلا اجلده. اوكي اعطاني قمر خلاص. تمام. فوق انا شفته يا جماعه. اوه تشوفون، واو اوكي لازم اخذ هذا القمر. ايوه هنا فوق فيها شفته، فلوس يا جماعه، فلوس. اوكي ايوه هذا الفلوس اللي شفته. حلو، وربي جماعه منظر رهيب. اوكي يا سلام، نوصل بالراحه صح. اوكي يلا، ها هنا برضو نفس الشيء حيكون ولا لا؟ اوه ايوه نفس الشيء. لا اصبر. ايوه تمام. اوكي وناخذ هذه وننطلق الى القمر. الله حد، بس ابغى اجمع اوه دحين ارجع لازم. شوفوا في فوق حاجة، شوفون ايش ذا؟ اوه فلوس. اوكي تمام. هذا يا جماعة مش بها الاخطبوط اللي واجهنا اول صح؟ بس انه شكله في القمر، او حتى نفس الشيء يطلقوا، بس انه في نسخة القمر، قمر الدشن. صح؟ دقيقة خلونا نشوف اقدر اجلده. اوه حلو، ابغى اجرب اضرب فوق راسه. شوفون ابلع. فجرت راسي يا جماعة. واو هذه صعبة يا جماعة، بس الحمد لله انتم تتابعون محترف، قلت لكم مليون مرة هذه العبارة. طيب هنا في تشيك بوينت.
طيب تمام تمام. اوه خذ التشيك بوينت. قربنا شويه من الكنيسه. ها ايش ذا؟ اوه هذا حق السرعه. اوكي يا جماعه هذا الحجر الغريب في كل تدرون انه في كل العوالم موجود حبه ما ادري ايش. طيب اوكي هذا كذا احسه ذا التحدي عن ذي الحركه صح؟ والله كانه كذا عن ذي الحركه تسويها يعني مرتين. نجلد هذا يا شباب يلا لعيونكم ها. لعيونكم بس ابلع. طيب طيب يلا بسم الله شيل. اوهو الله. اوه تود ايه وش صار مني؟ واتش اوت ذا هول باك ذيرز يقول هنا ما ادري ايش انتبه يعني. اوه ايه هذا اللي يسال. اوكي اوكي خلنا نشوف ايش يسالنا. يلا يلا سلام عليكم. يقول هل تقدر تجاوب على سؤالي؟ قلت له ايوه. قال لي المفروض يعني اذا انت تجاوب على الاسئله يعني انه قصده يعني من جدك تسوق امها الحق الاميره. راح اقول له نو يمكن صح اجاوب. صح اجاوب. اوكي اوكي افتح لي مكان يا حيوان. طيب خلص طيب طيب خلص خلينا نخلص انه بعدين نرجع لو في رجع. اوكي خلاص خلاص يلا يلا. ايه طاح. ايه لا تقول لي موت والله لا انجلط لو انه موت. اوه قولي اوكي اندر جراوند. اوكي هذا شكله اللي يطلعني. طيب دحين الجرافيتي رجعه تمام. ننزل هنا. ايه هذا اللي كم لي ما اشوفكم. اوه اقدر اتحول اليه. اوكي يطير. ديو واو اوكي. اوه الدبابة هنا شكله دعا كل الاعداء حقه يعني اصحابه يعتبرهم. ابلع. اوه حيوان. اوكي اوه لا 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 دقيقة ابغى اجيب القلب. كيف اجيب القلب هذا؟ خلونا نجرب نكسر هذه. لا اوكي لا حرام عليك والله اني فتحت المكان. طيب خلاص هذا المكان فتحناه. خذ القلب حلو ستة دحين عندي. وتحول لهذا سريع وانطلق. انتبه بس. ايوه هذا لازم الدبابة صح اكسر. يلا يلا حلو. وتحول للكهرب هنا مفتاح بس ما ادري ايه. اوه حيوان. يلا يلا انطلقنا انطلقنا فوق صح. اوه هي طيب حسبت انه على طول راح نتوجه للقصر. طيب هذه ابلع كذا هتتحرك ها. ايوه لازم الحاجه. اوه اكره هذه والله اكرههم مره يا جماعه. طيب ابلع ابلع يلا دحين نجلس ينقز. اوه هذا هذا يرمي مطرقه ما يرمي حق الطبخ. ايه اوه يبغاني اكسر يبغاني اكسر. اوكي حلو ايزي كسر 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 كسر. ايوه ايوه وتحو ايوه تمام يلا ها خلاص دحين. اوه كل مره شكله حيجيب لي حاجه يذكرني بالعوالم كلها. تحول. طيب اوه هي ناسي يا جماعه ناسي ايش اسوي. طيب هي عرفت 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 عرفت. خلى الذهب هذا خلوه. عرفت الخطه دحين يبغاني اجي هنا واسوي كذا. يا سلام يا سلام على الاحتراف. وهذا مهم هذا مهم. خذها خذها ايوه وارجع مكانها ارجع حلو يلا تمام خلاص دحين ما عاد احتاج زياده صح؟ اوكي تمام. ايش بعده؟ ايش اسوي؟ اوه حيوان فجعني فجعني بسم الله الرحمن. طيب انتبه من هذا تحول. ايوه وانتبه هذه المره ها لا تصدم في اي حاجه ثانيه تمام. ايوه اصدم في هذه حقها. يا سلام عليك يا سلام. اهم حاجه ما يتفجر صح؟ هو الكبير والله يتفجر بس الحمد لله اني وصلت في الوقت. حلو. اوه هذا حق النظاره. دقيقه دقيقه. اي اي دقيقه سريع. اوه استني ما جيت. دقيقه اوكي اوه جيت في اخر لحظه يا جماعه. طيب وربي هذه الحركة رهيبة يذكرك كذا بكل العوالم فاهم الشخصيات وذي الأشياء. طيب أوه
وهذا ناسي، هذا ناسي والله. طيب ما ادري، ما اذكر اني مره استخدمته صح والله. ولا شو جلد. اوكي خلونا نشيك على هذا المكان. ايوه نحتاج ذا. ها طيب اول حاجه بس قبل ما نحتاجه. اوكي هاي تتوقعون لو جريت زي ماريو القديمه زي ماريو القديم قصدي هو خلاص يجري. اتوقع انه كان اقدر بالشخصيه صح. بالله خلونا نجربها يا حيوان، خلونا نجربها لانه ماريو كان القديم لما تسرع ايش اسمه يعني خلاص ما يعتبر انك طحت. ايوه زي كذا. اوكي يلا شباب مستعدين انها الشحنة النهائية. يا رماطي يا رماطي يا رماطي يا رماطي يا رماطي. كفو جبتها. ابلع حلو. يلا انا اوصل للذا ولا لا؟ اوكي باقي زياد. هذه اول بوس واجهنا صح؟ لا ثاني بوس. تقول لي انت كان حيوان في او المملكه هذيك الخضراء، انت كان حيوان لكل عيال ذول الاربعه. تقول دحين راح اطلق قواي الجديده مدري ايش. ايش هذا نفسه صح؟ اوكي بسم الله الرحمن. طيب ايش اسوي؟ لا 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 اوكي اشيل هذه. ها ايوه اشيلها مني. تمام يلا يلا دحين نتحول. في عندي قلبه واحد بس. اوكي دقيقة وقفي. تعبان ابلعي. اوكي بس احتاج قلوب لان عندي قلب واحد. الله يستر الله يستر. ايش حترميه ولا؟ طيب ايوه ابلع وابلع واحدة ثانية واهرب. حلو. اوه صدمة. حرام عليك والله صدم في الكرشة حقه. ابلعي واحدة، هذه أول واحدة تمام. بس عندي قلبين انتبه يا بندر. اوكي يلا هذا اول واحده شلناها تمام. ايوه من حبه حبه عشان اضمن بس تمام. وهذه الثالثه خلاص تحول دحين. ايوه انتبه لا تمسكك بس. ايوه ربي كان قريبه مره يا جماعه. ابلع يا ابلع نسوي قوتي الجديده. بسم الله بسم الله بسم الله. ايوه لا لا ابلع. أيوة. اوه والله كثير حقه. ابلع هذه حبتين يلا. وهذه حبة. اوكي وهذه الاخيرة والتحول ان شاء الله تموت صح من ثلاث ان شاء الله. والله معصبة مرة جل. خذي بس يلا على وجهي جل. وربي يا جماعة ماريو جلاد لو تلاحظون يعني مرة جلد عنده. اوكي ايه ذهب بس. طيب دحين ايش وصلنا للذا. اوه اوكي ايه طلعنا من الجهه الثانيه. حلو فلوس شباب فلوس ايوه واو هذا التشيك بوينت. يه 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 يلا تقول لي اسرع. يلا جاي 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 جاي. بس قبل ما اجي انا يعني حاجه بسيطه بس ابغى شيك ورا القصر. ايش ايه ضفدع يا جماعه. ايش هذا؟ اذكر نقزته عاليه مره. اوه تشوفون دقيقه قبل ما اوصل هنا في حاجه. اوه تشوفون في شكله قمر. اول حاجه ايوه اخذت منهم هذه الاشياء تمام. هنا شكله في قمر بس يبغى لها احتراف. ممكن ارسل الكاب اليه صح. ايوه كفو يلا طيب ايه مدخل سري هذا يا جماعه. مدخل سري. اوكي واو دقيقه والله باوزر الكلب دافع الفلوس مو دافع السارق كل حاجه عشان الاميره. لو انا الاميره كان خلاص تزوجت. طيب نفتح الباب واحده ثانيه وهذه الثالثه. حلو يا سلام يا ماريو. يه يه يا ايش ذا؟ ايه والله شوف الخاتم. هاي العيال كلهم هنا.
يقول آه خطفهم كلهم، وهذه الشرطة كلهم خايفين. اوكي جماعة شوف باوزر يحاول يدخل القتل. ايش ذا ايش ذا؟ اوكي ماريو لا 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 لا. طيب لن ادعك تفلة هذه المرة. لماذا تضحك؟ هل لدي خطة؟ اوه يا غدرة يا غدرة. ايوه كفو 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 كفو، والله انك كفو. لا 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 هاي فين طحت؟ اوه باوزر راح ينهيها هنا. اوه هي هي هي. شوف كم مربطها. لا اله الا الله. يقول تقدها تقاطع الزواج. ها يقول واصلا لبسك مو رهيب مره. وانت اصلا ما كان مدعو للزواج. يقول لذلك الان راح ارميك برا. اوه رسلها فوق على طول كذا. جيت ريدي ماريو. اوكي هو ملاكم، ماذا حنشوف؟ هل هي راح تكون الحرب الاخيره؟ اكيد. يلا اوه هيرز يو هابلي مش اف ايفر مدري ايش. طيب اوكي اوه الموسيقى رهيبه. طيب هذه اذكر كان اصدها. ايوه حلو. واجي انا البسها وابكس شكله. تعال تعال لا 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 تعال 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 تعال, تعال, تعال. اوه ابكس هذه. ها ابكسها. لا ابكسها بين صح. ابكس ابكس تعال اجلدها. ابلع ابلع اوس. لا 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 انخدع يا حيوان. ابلع شيل طقر هنا. يلا اوكي يلا ارجع. اوكي اوه اعطاني قلب. حلو حلو. لا 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 كيف كيف ما جا فيه؟ والله ما ادري كيف ما يجي فيه النار يا جماعه. ما ادري كيف ما يجي فيه النار. هل هو سبب اني نقص ولا لا؟ ما ادري. اوكي راح يرجع يطلقها. اوه هذه الاساسيه معروف مكانها الاساسيه. ابلع واخذها. يلا ها هات. اوكي الحين لازم اركز. ها لازم اركز. ايوه انقز وانقز تمام. ابلع. اوه هذه فيها نار. هذه شكلها ما اقدر ابكسها. ابلع وابلع. خذ خذ خذ. اوكي وانقز وارجع خذ. اوه والله ساقها علي يا جماعه. ساقها علي ضربتين. ايوه دي ما اقدر اصدها ما اقدر اصدها. اوكي ولا حرام عليك والله اني لكمتها. شباب هذه ذحنا رجعنا من المره الثانيه. اخذ هذه. اوكي وركز. ها هذه المره ركز. يلا اوكي حيكون في ضربتين بالذيل تمام. حلو يلا. اوكي هذه ما اقدر اصدها. انتبه منها انتبه. ثلاث اوكي الان خلاص راح اقدر اصدها هذه. ايوه سوي كذا. خب 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 خب. اوكي وهذه الثانيه واجلد شكله حيوان. اوكي يلا ان شاء الله باقي اخر وحده ان شاء الله. يلا لسه القلوب تمام ثلاثه. بس انتبه من النيران هذه ما ادري ايش حيسوي. نفس الشيء. اوكي انقز بس ومن تجيني ولا ما ادري الى الان ما انا فاهم. هل هي انقز يعني اوكي اوكي دحين من هذه الكاميرا من تحت تشوف انك اصلا انت تنقز فوقنا. طيب اوه يلا 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 حتكون كثير والله. بس ان شاء الله نجيبها ان شاء الله ان شاء الله نجيبها ان شاء الله. لا اوكي طيب يا اخي واخيرا جبتها. حلو يلا ركز. ها ركز. طيب النيران دحين تجاوزها. طيب وهذه انتبه منها انه ما تقدر اصلا تصدها. اوكي حلو وهذه بقى اوه زياده 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 يا جماعه زياده. اوكي زياده. هاي يا حيوان يا حيوان ابلع ابلع. اوكي حلو في زياده في زياده وابلع اعطي. اوه يصد الحيوان يصد يا جماعه يصد. اوكي ابلع خذ اجرد طير شكله حيوان ازعج. نشوف كيف عريان احسن يستاهل. ايه ماريو ها ابا ما الذي يحدث؟ ها القمر قصدي الخاتم. اوكي واخيرا واخيرا يا اميره ترى عانيت. ايه حسب اندعس انا. اوكي ها ايش اللي راح يصير؟ ايش امير وين وقف هنا لازم تسلم عليه.
واو، هذه الحجرة اللي كان في كل العوالم يا جماعة. لا طحنا كلنا. هاي طيحني سريع. قوم يا ماريو، قوم قبل ما كل حاجة تدمر. اوكي سريع. What are we going to do؟ لا ما انا مصدق، ها لا وات وقول الماضي كامل وات واو يلا لا 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 ايش ما انا مصدق. اوكي باوزر اوكي لا 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 اوكي سريع واو يا انه قوي لو انه بخشني كذا كان مت. هاي ايش ذا يضرب عليها كلها ما ادري ايش يصير. طيب الدنيا حتتدمر لازم ننطلق. طيب دقيقة ايش يسوي كسر هذا. ايوه تمام طيب اوه كسر لا كسر هذه ما ادري ايش ذا العمود. اوكي اوكي طريق تمام يلا اوه باوزر كيف حيدخل هنا؟ اي دخل يا جماعة. اوه الله 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 يا الابداع. اوكي يا لا طيب رجعنا من اخر مكان. ركز يا بندر. اوكي تمام اوه حتتكسر سريع تتكسر يا جماعة. اوكي لا اوكي سوي كذا افتح الطريق لنفس لتجيب ام العيد. دقيقة أرجوك أوكي وصلنا فوق يا جماعة ولا لا لسه أيوة أوه أوكي روح وربي جماعة جل والله جل وربي مرة. أوكي يلا لازم نخرج من هذا المكان. ووه هذا الحجر اللي مرة ما يتكسر أصلا كسره. I see the outside, we're almost there. اوكي يلا نرى المخرج. لازم اكسر كل ذا ولا ايش؟ شكله لازم اكسرها كلها دي. اوكي كسر دي الاولى تمام. اوكي تمام واو هذه الثالثة. اوكي يلا اخيرة شباب اخيرة بس حلو يلا اصلي ايش اللي حيصير الحين؟ فولي نبات. اوكي اوه هذه الاخيرة يلا كسر اصلي وكسر هذا يلا شيل يا رجال. اوه حتحول لكهرب باوزر ايش ذا يلا الانطلاقة النهائية وربي رهيبة. طيب اوه خرجنا من القمر على طول راح ننطلق للارض يعني ولا ايش؟ لا طلعنا القمر بس الله شوف كيف تنزل يا نبغى سلمى. طيب سلمى اعطوني سلمى. اوكي هذول اهم حاجة التجمع هذول صح انا انقذها ولا حتى شكرا انا أنا معروفة في كل الأجزاء. يلا شكري. إيه زواج والله ينفعون ماريو والدا يتزوجون. أوه حيوان. هاي. إيش في؟ كل عادي بغيت قدم لها. طيب. إيه. ولا واحد. إيش في؟ باوزر ايش ذا
يبكون يا جماعة. اي حد يسحب علينا والله شكلها. اي لا تسحبن علينا، انا بدين مع باوزر يا جماعة. اي لا اسحب على باوزر اصلي والله كفو يا شباب. وكذا تنتهي سوبر ماريو اوديسي افضل لعبة ماريو. واو واو ابداع، ما ادري ايش اقول شباب. شكرا شكرا لكل واحد تابع السلسلة، سلسلة مشاهداتها جدا عالية، اشكركم جزيلا جدا على المتابعة. وهذه سوبر ماريو اوديسي، اتمنى انكم استمتعتم معي شباب زي ما انا استمتعت بتعليقاتكم ودعمكم الرهيب. لا تنسون تقيمون المقطع وتعطوني لايك، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. سلام عليكم. اوه يقول ذحن تقدر تسافر لمملكة المشروم. واو رهيب، اشوف ماريو متكي يا رجا. يقول هنا هذه المملكة هات الدرجة انه رحلتنا للقمر كأنها حلم. طيب شباب يقول لك ان هنا بما ان احنا جمعنا 250 قمر تقريبا نقدر نروح للجزء المظلم من القمر. طيب كذا نعتبر ان السلسلة انتهت. لو في اني راح العب زيادة شباب من ماريو اوديسي ان شاء الله راح تكون في بث مباشر عشان تستمتعون بكل لحظة معايا، لان هنا في السلسلة حاولت اني اقصقص واختصر اشياء كثير، فهذا العالم شكله جدا رهيب. اذا كنت تبغون اهم حاجة تابعوني شباب على تويتر، على تويتش برضو راح احط لكم الرابط في الوصف، تابعوني على تويتش وفعلوا التنبيهات عشان لما اسوي بث مباشر تشوفون البث. وان شاء الله لو في بث في ماريو اوديسي راح اعطيكم خبر قبلها عشان الكل يستمتع. طيب بكذا تكون انهينا السلسله، لا تنسوا شباب اللايك قلتها من اول، نشوفكم على خير في امان الله. سلام.